السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن شاء الله في الدرس سوف نستعرض أشهر 7 مواقع لتحميل التكتشرز الخاصة ببلندر أو بأي رندر إنجنز آخر. التكتشرز، لكن أولا خلينا نبدأ بالأول أمبنت سي جي من المواقع الجديدة في هذا المجال. ميزة هذا الموقع أنه ممكن يتم تحميل أي ماتيريال مجانا بدون أي طيب دي كده الماتيريال. ممكن نبحث الماتيريال المتوفره، الموقع ده فري طبعا، كل الماتيريال دي فري. هو الماتيريال كلها سواء كان وود موجوده بالخامات بتاعتها، وود ان دارك دي التاجز اللي موجوده بالخامات باكتر من صيغه سواء 2K او 4K. اعتقد ان 2D كافي. موجوده طبعا بالنورمال والكالر والديسبليسمنت زي ما موجود، دي مكتوب المحتوى طبعا. احنا ممكن موجود في اتش دي رأي، ممكن نبحث مثلا عن وليكن ميتال، فدي طبعا الماتيريالز الموجود. ده كده كان اول موقع، وطبعا هو مجاني، وطبعا في براشز زي البراشز ديت ممكن يتم استخدامها. ماتيريالز ديت بيقول لنا هي باستخدام سبستنت ديزاينر، لكن في بعض الماتيريالز يتم استخدامها بصور. طيب الموقع الثاني textures.com، طبعا ده اشهر موقع في استخدام المودلز او في استخدام التكتشرز. الموقع ممكن الحساب المجاني بيتيح 15 صوره، تحميل 15 صوره في اليوم، اعتقد ده كافي. فمن هنا من اللايبرري ده كل 3D object، ممكن نبحث عن اي ماتيريال وليكن وود. بيتيح الحساب المجاني بيتيح ان نحمل اقصى صيغه اللي هي 1K. البريميوم بيتيح صيغ اكتر من ذلك. طبعا معظم الماتيريالز عليه سيملس، وفي بعض الماتيريالز اللي هي دي كلها ماتيريال سيملس. في بعض الماتيريالز معظم الماتيريالز متوفر لها طبعا النورمال وهكذا. ماتيريال زي دي مثلا او خامه زي ديت مش متوفر لها غير صوره واحده فقط. طيب الموقع الثاني وهو سي جي بوكيز. موقع ده ميزته اللي هو عليه معظم الماتيريالز متوفره بكثره جدا، معظم الماتيريالز عليه متوفره باكثر من صيغه. الكاتيجوري طبعا ده الفلور، وليكن هنا الفود. ميزته اللي هو عليه ماتيريالز مش متوفره السيرفيس امبرفكشن، معظم الماتيريالز اللي عليه مش متوفره في مواقع اخرى. الموقع الثالث هو بولي هيفن، موجود 3 أقسام: HDRI هيفن، التكتشرز، والمودلز. فالتكتشر طبعا موجودة من أول 1K لحد 8K. هو عليه 244 خامة، فمتوفر أكثر من صيغة. بنختار وليكن 2K، هل نحملها كبلند فايل ولا زيب فايل. زيب فايل هتشتغل مع معظم الريندر انجنز الاخرى، بلند فايل دي خامه او ماتيريال بلندر. بعد كده فري بي بي ار وبلندر كيت موجود عليه التكتشرز المودلز الخاصه بيه. طيب بالنسبه لي بلندر، بالنسبه لبلند كيت او بلندر كيت ده متوفر فيه اشتراك، ممكن في حساب مجاني واحد مدفوع. بعض اللي هو بيوفر اكثر من شيء، بيوفر اسيتس، بيوفر مودلز، بيوفر خامات، بيوفر اتش دي ار اي، متوفر العديد من الاوبشنز المتاحه فور فري، والعديد من الاشتراك. ان شاء الله هيكون في فيديو مفصل عن ازاي نستخدم بلندر كيت مع نسخه 3 او نسخه 2.9. الموقع التالي هو شوكوفور. الموقع ده ميزته ان بيوفر مكتبه شامله فري داونلود، ففي العديد من المكتبات، يعني بيوفر العديد من الباكجز، وليكن وود باكج، ميتال باكج، وفي العديد من المودلز اللي ممكن نستخدمها في الانتيريور. طيب ميزة هذا الموقع ان في العديد من المودلز المجانية. طبعا في يعني في موديل، في اشياء مدفوعة وفي فري ستاف.
بصراحة الموقع عليه يعني مثلا عليه فرنتشر، عليه اكسسوارز، عليه 3 دي بيبول، يعني ده كل المودلز ديت مجانية، كل المودلز او كل الماتيريالز دي مجانية تماما. هسيب اللينك او رابط تحميل الموقع، او هسيب لينك الموقع في الوصف. طيب يعني كمية اعتقد ماربل والميتال ده كله كافي ان انا نبدأ بيه، والليزر والفابريك. طيب الموقع التالي معانا اللي هو موقع شير تيكتشر، طبعا في كم لا بأس به، عليه 1000 تيكتشر، يعني اعتقد الموقع ممتاز ان نستخدمه. كل الماتيريالز عليه مجانية تماما. الموقع عليه كم هائل من التيكتشرز الواقعية في جميع الخامات، مخصص لمصممين العمارة. وأعتقد أن بكده استعرضنا جميع الخامات، وكل الموقع دي هتم أضع لها الرابط في الوصف.